السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. سر اتصال الرئيس الصيني بولي العهد محمد بن سلمان واتصال الرئيس الروسي في يومين متتاليين، بريكس بلس واتفاقية التجارة الحرة وتدشين النظام العالمي الجديد. لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بربط أحزمة الأمان لأننا على وشك الإقلاع في رحلة لمتابعة هذا الفيديو، فأهلا وسهلا بحضراتكم على متن طائرة رمضان أبو العير. أهلا بحضراتكم. بجانب الحرب التي تدور رحاها الآن بين روسيا وأوكرانيا، هناك حرب أخرى لا تقل ضراوة، وهي حرب الاستقطاب والاستفاف الدولي بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. يوم الجمعة يا حضرات جرى اتصال مهم جدا بين الرئيس الصيني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الصيني قال جملتين خلال الاتصال: يتعين على الصين والمملكة العربية السعودية تعزيز التضامن وممارسة التعددية الحقيقية والفعلية، وطلب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليج. اليوم اللي بعديه على طول اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبرضو اكد على اهمية تعزيز التضامن وثبات اتفاق اوبك بلس. ما هي الاسرار وراء اتصال الرئيس الصيني والرئيس الروسي بولي العهد محمد بن سلمان في يومين متتاليين؟ ايه بقى دلالات الاتصالين دول يا حضرات؟ عشان نفسر دلالات الاتصالين لازم نرجع لورا شوية لبداية الحكاية، والحكاية ببساطة ووضوح حضرات ان كلا من الصين وروسيا يرفضان الهيمنة الامريكية والغربية على مقدرات العالم والتفرد بالقرارات الدولية. وكلا الدولتان الصين وروسيا يعلمان يقينا ان المواجهة مع امريكا والغرب حتمية ولا مفر منها، لكن بما ان الدولتين الصين وروسيا دولتين كبار جدا ومن العيار الثقيل، وحققت كل منهما نجاحات ومكاسب وانجازات اقتصادية ضخمة جدا بجانب قوة كل منهما العسكرية، وكليهما يدركان أن أمريكا والغرب يريدان تقويض وهدم هذه المكاسب والإنجازات الاقتصادية، وليقينهما أن المواجهة والصدام بينهما وبين أمريكا والغرب حتمية وستأتي لا محالة، فبدأت الدولتان في بناء الإجراءات المضادة لحماية مكاسبهما، وبدأ سويا في العمل على بناء نظام عالمي جديد بديلا للنظام الحالي الذي تهيمن فيه أمريكا على مقدرات الأمور عالميا، للخروج من الهيمنة والسيطرة الأمريكية والغربية. فبدأت الصين وروسيا بالمرحلة الأولى من خطتهما لتأسيس نظام عالمي بديل بتأسيس مجموعة دول البريكس في 2006، وتكونت من الصين وروسيا والهند والبرازيل، ولحقت بهم جنوب أفريقيا في 2010. ثم شرعت الدولتان بالمرحلة الثانية من خطتهم بتوقيع اتفاقات شراكة استراتيجية شاملة مع دول مهمة جدا جيوسياسيا ولها ثقل سياسي كبير وتمتلك مقدرات اقتصادية واعدة. فشوفنا توقيع اتفاقات مع دول مهمة جدا وحيوية واستراتيجية زي مصر والجزائر والمكسيك والأرجنتين وإيران وسوريا والإمارات والسعودية، وتجري الآن حضرات حرب ضروس في تدشين المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الصين وروسيا في بناء النظام العالمي البديل، وهي مرحلة اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومرحلة بريكس بلس على غرار أوبك بلس، وذلك بضم دول مهمة جيوسياسيا واستراتيجيا واقتصاديا، دول المؤسسة لمجموعة بريكس. ومن الدول المستهدفة للانضمام لمجموعة بريكس بلس من أمريكا اللاتينية والجنوبية الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا. أما من أفريقيا فمصر
والجزائر ونيجيريا وغينيا والسودان، ومن آسيا أندونيسيا وماليزيا وطاجكستان وتايلاند وسوريا وإيران وربما تركيا. وربما تذكر حضرتكم دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي لحضور قمة بريكس في 2017 كعضو مراقب تمهيدا لانضمام مصر لدول البريكس. لما نيجي بقى حضرات نتأمل الدول المستهدفة بالانضمام لمجموعة دول بريكس بلس، نتأكد قد ايه ان الصين وروسيا خططا لكل شيء في هذا النظام العالمي البديل بدقة متناهية. فالدول المستهدفة للانضمام الى بريكس حضرات تتميز بالآتي: قوة بشرية هائلة واسواق ضخمة جدا، امكانيات اقتصادية واعدة تساهم في النمو الاقتصادي العالمي. كل الدول المستهدفة بالانضمام لمجموعة بريكس بلس غنية بالمواد الخام الأولية سواء معادن أو بترول أو غاز. منها دول لها مواقع استراتيجية مهمة جدا زي مصر، قناة السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، وزي المكسيك بتربط بين الأمريكتين، ومجلس التعاون الخليجي، الخليج العربي وباب المندب. فلما تنضم الدول دي إلى الدول المؤسسين لمجموعة بريكس اللي هم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، نقدر نعرف حجم القوة لهذا التكتل من حيث المساحة الجغرافية ومن حيث عدد السكان وحجم الأسواق والقدرة الاقتصادية وحجم الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، والذي سيتفوق بكل تأكيد على حجم الناتج المحلي لدول مجموعة السبع الصناعية أو الجي 7 اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وده بيأكد لنا حضرات قد إيه الصين وروسيا مخططين لكل حاجة بدقة متناهية. يعني هل حضراتكم تتخيلوا أن روسيا لم تكن تعلم قبل أن تغزو أوكرانيا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية وفرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الغرب وأمريكا؟ لا طبعا كانت عارفة. والصين وهي بتخطط لاستعادة تايوان، ألا تعلم أنها ستتعرض لنفس الإجراءات والعقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها روسيا؟ لا طبعا عارفين، لكنهم عملوا حسابهم وتحوطوا لمثل هذه الإجراءات من قبل. طيب عملوا ايه بقى في نظامهم العالمي البديل؟ اول حاجة حضرات عملوها اسسوا هيكل اقتصادي، لان الدولتين عارفين ان طول ما الاقتصاد موجود فالحياة موجودة بما فيها السياسة. اول حاجة عملوها انشأوا بنك دولي وصندوق احتياطي، فاسسوا بنك التنمية الجديد وصندوق احتياطي طوارئ برأس مال 200 مليار دولار كخطوة اولى، وذلك ليكون البنك والصندوق بديلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تسيطر عليهما امريكا والغرب. تاني حاجة عملوها حضرات حاجة مهمة جدا اسمها الاحتياطي الاحتمالي، ودي اجراءات عملوها لحماية العملات الوطنية الخاصة بالدول الاعضاء من تقلبات الاقتصاد، يعني بالبلدي حرروا عملاتهم من الارتباط بالدولار. تالت حاجة حضرات اسسوا نظام دولي للدفع والتسويات المالية خاص بيهم، يتيح هذا النظام للدول الاعضاء وغيرهم من الدول بسداد قيمة المعاملات التجارية بينهم، يعني الصادرات والواردات بالعملات الوطنية والتخلي عن الدولار واليورو. فأسست روسيا نظامها المالي المسمى SBFS، وعملت نظام دفع بالبطاقات مير بدل من ماستر كارد وغيرها من بطاقات الدفع. وأسست الصين نظامها المالي للتسويات المالية عبر البنوك الدولية CIBS، والنظام ده حضرات مشترك فيه أكتر من 100 دولة. يبقى الاثنين عملوا نظامين ماليين للتسوية المالية الدولية ليكون بديلا عن النظام المالي العالمي المعروف بسويفت. يعني عملوا بنك دولي وصندوق احتياط طوارئ يكون بديل عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي امريكا والغرب مسيطرين عليه. كمان عملوا احتياط احتمالي وحرروا عملتهم الوطنية من الدولار. بعدين عملوا نظام دفع وتسويات مالية خاص بيهم يكون بديل عن نظام سويفت اللي بيسيطر عليه الغرب وامريكا. فتخيلوا بقى حضرات لو ما فيش النظامين دول وروسيا غزت اوكرانيا وتم
توقيع هذه العقوبات الاقتصادية الجامة عليها وطردوها من نظام الدفع والتسويات المالية العالمي سويفت، وجمدوا كل أصولها واحتياطياتها البالغة أكبر من 630 مليار دولار، وخرجوا كل بنوك روسيا من المعاملات المالية الدولية. فروسيا هنا حضرات ما كانتش تقدر تدفع ثمن وارداتها ولا تقدر تقبض ثمن صادرات، يعني كان الانهيار الاقتصادي محتم على روسيا لولا الإجراءات الوقائية والمضاد اللي عملتها روسيا والصين في تدشين نظامهم العالمي البديل. وبكده حضرات الصين لما تغزو تايوان هتكون فرغت كل الإجراءات والعقوبات الاقتصادية المتوقع فرضها عليها زي ما حصل مع روسيا، هتكون فرغتها من مضمونة. ده مش كده وبس، ده الدولتين بقى ومعاهم دول البريكس والبريكس بلس هيبدأوا في إجراءات عقابية مضادة ويشنوا هجمات مرتدة قاسية جدا على الغرب وعلى أمريكا بالتحديد، وذلك عن طريق توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الزيارة المرتقبة بعد شهر رمضان من الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية سيتم الاتفاق بينهما على بيع النفط السعودي للصين باليوان، وبالتالي حضرات سيتم فك الارتباط بين البترول والدولار وتنتهي حقبة البترو دولار، وكل دول العالم سيسمح لها بشراء البترول بعملات أخرى غير الدولار واليورو. وبالتأكيد حضرات أثر هذه الخطوة سيكون مدمرا للدولار الأمريكي لأنه سيكشف سوءته ومدى ضعفه، لأن أمريكا طبعت تريليونات الدولارات بدون غطاء من الذهب معتمدة فقط على قوة الدولار المبنية على استمرارية كثافة الطلب على الدولار. لكن النهاردة لما يتم السماح ببيع البترول والغاز بعملات أخرى غير الدولار واليورو وتتم التسويات المالية كل المعاملات التجارية بين دول بريكس وبريكس بلس والدول المشتركة في نظام CIBS وتسوية الصادرات والواردات بالعملات الوطنية، بالتالي سيقل الطلب على الدولار وينهار الدولار ومعه الاقتصاد الأمريكي. في حين بقى ان دول بريكس وبريكس بلس مجتمعين يملكون أكبر احتياطي عالمي من الذهب، وبالتالي فإن عملتهم الوطنية ستكون مؤمنة وستقوى بشكل كبير، وربما يسود اليوان والروبل سوق العملات الدولية. لكن ده بيورينا حضرات الدور الفاعل والمؤثر للمملكة العربية السعودية وأهمية موافقة المملكة على بيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار. يعني السعودية تقدر بقرار واحد منها ستحكم على الدولار بالإعدام وتميل الكفة كلية إلى المعسكر الشعبي بقيادة الصين وروسيا اللتان تعملان جاهدتان على تدشين النظام العالمي الجديد والذي يحوي أقطابا متعددة وينهي على النظام العالمي الحالي أحادي القطب، وينهي على تفرد أمريكا بالقرارات الدولية، ويؤسس لوضع معاملات اقتصادية عادلة في التنمية الاقتصادية بين كل دول العالم، ويقضي على الانحياز والتبعية للمؤسسات زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للغرب وأمريكا. والمرحلة التالية من هذا النظام ستكون هي مرحلة الأهداف السياسية، وذلك عن طريق إما إصلاح المنظمات الدولية زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو إنشاء نظام دولي جديد بديل لهما يضمن تحقيق العدالة وتوافر فرص الكفاءة بين كل دول العالم. في النهاية نتمنى أن يسود العدل والإنصاف والسلام كل دول العالم، وأن يكون لنا كعرب مكانا باردا ومؤثرا لهذا العالم الجديد متعدد الأقطاب، وأن نكون فاعلين وليس مفعولا بنا. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على مصر والمصريين، وأن لا يكشف عنا أبدا غطاء ستره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.